بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أن أخونا هذا أحد المتابعين عنده مشكلة في سيارته، نسمع منه المشكلة ونجاوبه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عم مختار. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحب نوريك حاجة في البلاسترا هذية. بسم الله، عندي يخرج شوية زيت مع شوية دخان بعد يرمك، معناها فما شوية دخان أبيض خارج، ووقت اللي نحل زادا منين نصب زيت يخرج دخان، أما ينقص شيرة شيرة مقياس الزيت ينقص كي نحل هذايا، وكي نرجعها كي نرجع نسكر من صب الزيت يرجع البخاخ والزيت وقت الدخان يرجع أقوى شوية. هاني سكرت رجع أقوى شوية، سوى الدخان ولا الدخان كان واضحة الصورة. مع العلم أنه الموتور ريفيزي لو تسمع في صوت الموتور. كما قلت لكم على العلم أنه الموتور ريفيزي، وما نعرفش شنو هي الاشكاليه بالضبط. حبيت نعرف الموتور مبين مش مبين، شنو هي الحل، فيه تصليح ما فيش تصليح، نجم نمشي بيه انا توا، معناه يمشيني خيرات حتى شي واحد ربي ينوب عليه ويبدل الموتور، باش تنصحني يا مختار. وبارك الله فيك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وشهية طيبه. تو بعد ما سمعنا منه السؤال نتاعو والمشكل نتاعو، هو عنده اوبل ديزل، اوبل يعني الموتور هذا موجود في الأسترا وفي الكادات وفي عدة سيارات من أوبل، موتور أوبل 1.7 ديزل. يقول أنا عملت الريفيزيون يعني أبرهول، عملت عمرة للمحرك هذايا، لكن بعد ما خدموه واستعملوا لقى يخرج زيت من البخار من مقياس الزيت، ويخرج بخار أيضا من جهة مصب الزيت. طبعا انا ديما ننبه ونعاود نقول لكم راهو الموتورات تو ما عادش تنجح، ما عادش تنجح في باش تجيبوا 100% صعيب ياسر تجيبوا، يعني ان هو ما يرنفلش ولا ما يدخنش ولا ما يقربعش ولا ما يسخنش ولا كذا، صعيب ياسر لان القطع غير سليم ما عادش موجوده. وهو سلفيه تو يقول لي يعني شو الحل. بالنسبه لي انا ما عندك حتى حل باش تعاود تخسر مره اخرى زيد، لا ما خاطر حد بيخسر مره اخرى مش بيجيب فايده. انت توا اللي صادوا خشب فات، اللي صار صار، ما عندك حتى حل في الموضوع. تصبر على المحرك هذاك، يعني تراقب ديما نقص الزيت، كان فيه نقص زيت زيده، ما تسرعش به برشا، ما تحاولش يعني تفرسي عليه، لان احتمال يعني يزيد في احتمال يقعد كما هو البخار هذاك والدخان او يزيد، لأن ما تعرفش عليه يعني أنت والاستعمال وأنت والقطعة اللي هما في وسط. ولهذا أنت بتستعملها هي هكاك الغل، تقول لي أنت كي نحل البوشون ينقص الزيت من هنا، ينقص البخار من هنا. طبعا أنت حليت منفس، هذاك يسمى منفس وهذا منفس، والبلف التبخير اللي هو ريني فلير منفس، إذا كان ريني فلير مسرح لاباس عليه، وفما نفس في وسط الموتور. اذا كانك انت رفعت الجوج هذا، رفعت مقياس الزيت باش يطلع لك البخار او الزيت من هنا، واذا كنت رفعت سكرت هذا باش يطلع الدخان غادي، يعني لابد فما منفس في الموتور يكون موجود. يعني علاش يعملوا له بلف التبخير، علاش يعملوا له رينفلير هو باش يتنفس. فنصيحتي ليك يعني صوته مش خايب، باهي صوته باهي، ان شاء الله يطلع ما ياكل لك الزيت. اذا كان طلع ما ياكل الزيت استحفظ عليه، ما تفرسيش عليه، ما تنزلش عليه برشا، يعني خليك ماشي معدل لين ربي ينوب عليك وتبدل الموتور اذا كانك انت ما زلت تحب تكسب السياره. واذا كان هو ما ياكل الزيت واموره ماشيه خليه استعمله كيك، خليه لين حتى كان كلا مثلا من الفيدونج للفيدونج ايترا مش قضيه عادي، يعني ما وديما صب له 10 40، ما صبلوش اكثر من 10 40، لا 15 لا 20، ديما صب له 10 40 بيسهل عليه الدوران الزيت
ورجوع زيت فيه على الكارتير باش ينقص عليه النفخ. هذا اللي صار الغالب. أنا نصحتكم ديما ننصح، شوف قداش خسرت انت لو كان تكمل عليهم زيت موتورك يكون افضل. ان شاء الله تنفعكم حالكم هيك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.